الآن مباشرة إلى أخبار الرياضة، حيث يستهل الهلال السوداني مبارياته في دوري مجموعات أبطال إفريقيا غدا الجمعة باستضافة بلاتونيوم الزيمبابوي، ويسعى الهلال إلى كسب أولى مبارياته في هذه المرحلة التي يستهلها من أرضه. ويدير اللقاء الجامبي بكاري باب، ويراقب المباراة الإثيوبي لولا سيجيد أسافو ومنسق عام للمواجهة علي جيلاني من ليبيا. وتعد مباراة بلاتونيوم أول مباراة يلعبها الهلال بعد خسارته لقاء القمة بهدفين مقابل هدف في مباراة لم تكتمل بسبب اقتحام الجمهور لملعب المباراة. أكد والي الخرطوم أحمد عبدون أهمية إقامة شراكات مجتمعية لتأسيس البنى التحتية لاستضافة البطولات الرياضية القارية والدولية. ووجه الوالي خلال تفقده عددا من المنشآت الرياضية بولاية الخرطوم بالاهتمام بالبراعم والناشئين بالمدارس لتمكين السودان من المشاركة بفاعلية في البطولات الرياضية القارية والعالمية. وتعهد الوالي بتكملة استاد العلفون جبل أولياء والعامرية بأمبدة، إضافة إلى وضع حجر أساس استاد نبتة ببحري مطلع العام القادم. وأشار إلى أهمية تكامل الجهود الرسمية والشعبية لتعزيز وتشجيع المنافسات الرياضية خلال المرحلة المقبلة. الحمد لله، اليوم زرنا مدينة ضاحية العلفون ووقفنا على التحضيرات بتاعت الاستاد، والحمد لله كمل المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية نحن بنينا كل المرحلة الثانية حتقوم بها الولاية بتاعت الخرطوم بالجهد مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم ووزارة المالية.